في حاجات في ماتش امبارح لازم نقف عليها، لازم نفوكس عليها ونركز عليها ونتكلم على انه تطور ما كانش حصل في الماتشات الاخيره عموما. يعني سيبك من من ماتش طلع الجيش بس، لا انا بتكلم على ماتشات الاهلي الاخيره. والاهم لو انا قلت لحضراتكم انه انا يعني اغلب الناس اتفقت، انا مش بقول بس رايي، انا بقول راس، لانه انا يعني طول النهار الناس بتكلمني في الاهلي وكره الاهلي ولاعيبه الاهلي، انا بحاول دايما اقول برضو صوت الناس بتتكلم في ايه. الناس شايفه انه الاهلي لعب مباراه كويسه افضل بكتير جدا من كل اللي فات، على مستوى الضغط، على مستوى الاستحواذ، على مستوى تحرك اللاعبين وتمركزهم في الملعب، على مستوى صناعه الفرص. انت امبارح عملت فرص كتير، الماتش ده لو حطينا اللمسه الاخيره على جنب كان يخلص سكور تقيل جدا للنادي الاهلي. لكن غياب التوقف فيه جزء منه مرتبط ب تنشنت اللعيبه، جزء منهم مرتبط باستعجال اللعيبه على انها تجيب جول ممكن، لكن انت عملت فرص كتير جدا وكان ممكن الماتش ده زي ما قلت لحضراتكم يخلص سكور. خلينا نتكلم على ملامح الاهلي في ماتش امبارح، ونتكلم احنا محتاجين كمان في اللي جاي، في حاجات محتاجين ناكد عليها نعززها، وفي حاجات محتاجين كمان ان احنا نعالجها. بدايه خليني اسالك ملاحظه شريف على الفوارق اللي كانت موجوده بين اداء الاهلي في طلائع الجيش واداء ولعب الاهلي في ماتش انبي. احنا لو رجعنا بالذاكره شويه لورا هنلاقي ان النادي الاهلي لعب الجيش 3 مرات، مره قدام كابتن طارق العشري ومرتين قدام كابتن بسيوني. تمام. المرتين بتوع سوبر مصر، كاس مصر، نهائي كاس مصر، نهائي كاس مصر ومباراتين في الدوري. خلينا في المباراتين بتوع الدوري لان هو نفس المدير الفني فبنتكلم على نفس التكتيك. المباراتين بتوع الدوري احنا مباراه الدور الاول نهينا المباراه 2-1 في الدقيقه حاجه و90، مظبوط، ومباراه الدور الثاني 0-0، وهي دي كانت من ضمن المباريات اللي اثرت علينا في مشوارنا في الدوري. المشكله اللي كانت عندنا في المباراتين دول هي ما كانتش مشكله دفاعيه، لان المباراتين دول على مدار ال 180 دقيقه فرقه الجيش صنعت فرصتين فقط للتسجيل، فرصه في يعني المباراه الاولى ما صنعوش فرص، المباراه الاولى صنعوا فرصه، المباراه الثانيه ما صنعوش فرص، كره احمد سمير ما بتعتبرش فرصه. تمام. لا كانت كره خطيره بالنسبه للمشجع، لكن بالنسبه كبيج تشانس لما بتتحسب يعني اكسبكتد جولز ما كانتش فرصه كبيره. المفاجاه ان مباراه الجيش في السوبر المصري على مدار ال 120 دقيقه الجيش ما صنعش ولا فرصه. خالص. ما مش موجود هجوميا. فالمشكله فين؟ بالنسبه للنادي الاهلي بقى هجوميا في الدفاع بتاع الجيش وهجوم النادي الاهلي. مظبوط. دفاع الجيش هو الجيش في الثلاث مباريات بيدافع بنفس الطريقه، وللاسف النادي الاهلي بيهاجم بنفس الطريقه، فهنا المشكله مش في دفاع الجيش قد ما المشكله في هجوم النادي الاهلي. الملعب فيه ثلاثه زونز احنا بنهاجم منها، او المدير الفني لما بيقعد يفكر انا ههاجم المنافس ازاي بيفكر في ثلاثه زونز، في ريد زون اللي هي زون 14، دي اخطر مكان بتقدر تهاجم منه الخصم. زون 14 بتاع فرقه الجيش في مباراه الدور الاول كان فيها تقريبا 6 لعيبه، مباراه الدور الثاني كان فيها 5 لعيبه، مباراه السوبر كان فيها 6 لعيبه، فهو طول الوقت قافل المكان ده. طيب هل انت لما رحت على الاطراف قدرت تحل؟ لا ما قدرتش تحل. فانت الزونز اللي انت كنت بتروح تدور عليها علشان تهاجم منها انت كفرقه بتهاجم كان عندك مشكله كنادي اهلي، كان لازم تغير طريقه الهجوم. عشان كده طريقه الهجوم لما استمرت بنفس الطريقه والكابتن عبد الحميد بسيوني عزز الدفاع اكتر، هنا بقت المباراه صعبت اكتر على النادي الاهلي. فاعتقد المشكله في مباراه الجيش كانت لازم ان انت تهاجم بطريقه مختلفه. النادي الاهلي ما غيرش طريقه الهجوم بتاعته اللي بيهاجم بيها كل الفرق، لكن الجيش هو اللي استمر في طريقه الدفاع فانتهت المباراه بالشكل ده. لما نيجي ننقل ده على فرقه انبي، تعالى نرجع بقى بالذاكره لورا شويه ونشوف عملنا ايه مع انبي. هتلاقي ان مباراه الدور الاول انت في اول 3 دقايق ونص احرزت هدفين. مباراة الدور الثاني انت في اول 4 دقايق احرزت هدف، عشان بتهاجم بنفس الطريقة مع فرقة بتدافع بنفس الطريقة فبتستقبل اهداف بنفس الطريقة. فهنا نرجع بقى، هل انت بتذاكر كويس الفرق؟ لو احنا لما احنا ذاكرنا كويس فرقة انبي، دي واحدة من اكتر مميزات مستر موسيماني على فكرة، المذاكرة. المذاكرة ده حقيقي، يعني هو عنده قدرة انه يقرا ويحط السيناريو لكل خصم بشكل مميز جدا، وبالذات كمان بيظهر ده في الشوط الثاني. يعني التحضير قبل المباراه دي حاجه كويسه جدا، وقرايه المباراه في ارض الملعب في اول 45 دقيقه يترتب عليها قرايه ثانيه في الشوط الثاني كويس، يعني اديله فيها العلامه الكامله بصراحه. هنا بقى هنروح لانه هنا المشاكل مش باترن، دي اهم ميزه عنده الحقيقه. المشاكل مش باترن، يعني المشاكل دي مش نمط، ده مش شيء نمطي بيتكرر باستمرار
فانت تقول ان الراجل ده عنده مشكله، لا انت بتشوف ان المشكله دي موجوده في حاجه معينه استثناء كان لازم الشغل عليها بشكل اكتر، مش هنقدر ننكر ده. لكن في النهايه هل الراجل بيشتغل كويس؟ اه بيشتغل كويس. مباراه انبي انت لعبت بنفس الطريقه في الدورين، سجلت بنفس الطريقه في الدورين، يعني لو شفنا الثلاث اهداف اللي اتسجلوا في اول ثلاث دقائق هنا واول اربع دقائق هنا هم نفس الثلاث اهداف بالظبط.